بسم الله الرحمن الرحيم. مراتب الدين ثلاثة: أولًا، الإسلام، وهو الإستسلام لله بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وله خمسة أركان. ثانيًا، الإيمان، وله ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ثالثا الاحسان وله ركن واحد ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.